تواصل وزارة الموارد المائية والري استعداداتها لاستضافة الأسبوع الثاني للمياه المزمع عقده في أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويناقش العديد من المحاور وفي مقدمتها التغيرات المناخية ومواجهة ندرة المياه. حوار الزميل عاطف عبد الشافي. الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري ومقرر عام أسبوع القاهرة للمياه. آخر التطورات الخاصة بالاستعداد لأسبوع القاهرة الثاني للمياه والمزمع عقده في أكتوبر القادم. الحقيقة اللجنة المنظمة الخاصة بالترتيبات لإعداد الأسبوع القاهرة 2019 أنهت عدد من الترتيبات الهامة جدا، منها الانتهاء من اختيار المكان اللي هيتعامل فيه الحدث، والحقيقة هو قاعة مصر الدولية للمؤتمرات، ومكان يليق بمكانة مصر وبأن نستضيف حدث كبير زي أسبوع القاهرة. تم اختيار عدد من الفعاليات الهامة والتواصل مع المنظمات الدولية، في عندنا أكتر من 20 منظمة دولية، منهم منظمة الأغذية والزراعة الفاو والاتحاد الأوروبي، الاتحاد من أجل المتوسط، وعدد كبير من المنظمات العاملة في مجال المية، برنامج الغذاء العالمي، وكل المنظمات دي جاية إن شاء الله تشارك بقوة وحتقدم أنشطة فنية وتعرض أحدث ما توصل إليه العلم في إدارة الموارد المائية. أهم المحاور التي سيركز عليها أسبوع القاهرة الثاني للمياه والأوراق المطروحة عليه. الحقيقة أسبوع القاهرة للمياه السنة دي بيدار تحت عنوان رئيسي، والمحور الرئيسي اللي هو الاستجابة لندرة المياه. زي ما احنا عارفين ان ندرة المياه لها أوجه كثيرة، حنناقش 5 محاور فرعية تندرج تحت ندرة المياه: تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في ظل ندرة المياه، التعاون في قطاع المياه وإزاي التعاون ده ممكن يبقى عابر للحدود. عندنا محور هام جدا خاص بالتأقلم مع التغيرات المناخية وإزاي ممكن نواجهها، وعندنا محور خاص بالبحث والابتكار لمواجهة الندرة وإزاي ممكن يبقى في عندنا أبحاث تساعدنا على إدارة الندرة ومواجهتها والوفاء بالاحتياجات المائية، والمحور الأخير الخاص باستخدام الموارد غير التقليدية وإزاي ممكن نتوسع فيها، وإيه هي الطرق الحديثة لمعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، وإزاي ده ممكن يبقى مورد إضافي يضاف للموارد العذبة المتجددة. طبعا تم الإعلان عن المحاور دي في شهر يناير الماضي، واستقبلنا حوالي 250 بحث، وقامت اللجنة العلمية بمراجعتهم، واختيار أفضل 50 بحث هيتم عرضهم بالإضافة لعدد من المتحدثين الدوليين. الأبحاث اللي تقدمت لنا كان حوالي 30% منها من منظمات ودول أجنبية، يعني مش مشاركة محلية أو إقليمية، لا ده مشاركة دولية، وبيشارك معنا بقوة دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا. دي المحاور الخاصة. برضو في فعاليات مهمة زي المسابقات، منها أفضل بحث تطبيقي وإزاي البحث ده ممكن يواجه ندرة المية، منها أفضل مشروع تخرج في مجال ندرة المية ومواجهتها، ومنها مسابقات كتير هنتعرض لها إن شاء الله في الأسبوع.